اذا ناخذ مراجعه سريعه، حكينا المره الماضيه حكينا شوي على السنجل فيز سيستمز، مظبوط؟ وسنجل فيز سيستم عندي راح يكون مثلا فولتج سورس عماله بغذي امبيدنس هون زد، وعندي هذا هون له فريكونسي، والفريكونسي هاي ايش وحدتها؟ هرتز. راح تكون وفي لها فولتج، والفولتج هذا راح يكون بالار ام اس روت مين سكوير لهذا الفولتج اللي هو مش البيك تبع الساينوسويد. عندي هون في عندي امبيدنس زد، وحسب اومز لو ايش راح تكون العلاقه بين هذول الثلاثه؟ في تساوي اي في زد. بدي اتذكر انه هذول فيزرز، هذول في واي وزد فيزرز، يعني لهم ماجنتيود ولهم زاويه، والفريكونسي هون تبعت السيستم هذا كله 50 هرتز. هلا الوقت عاده بكون عندي انا 3 فيز سيستمز، اذا عندي 3 فيز سيستم هون ثلاث مصادر فولتيه. بس شو الاختلاف بينهم؟ هلا هذول هم عباره عن هذا زي هذا، هذا الويف فورم اللي طالع منه شو شكلها؟ ساينوسويدا. اذا هذا الفولتج اللي موجود هون راح يكون عباره عن ساينوسويدا سيجنال، ساينوسويدا سيجنال لها فريكونسي مقدارها 50 هرتز. اذا الفريكونسي 50 هرتز معناها البيريود تبعته شو بتساوي؟ 1 على مش هيك؟ 1 على 50 اللي هي؟ اذا هاي راح تكون 20 ملي سكند مش هون تمام، اللي هي تي البيريود تبعته اللي هي 1 على اف، هذه 10 ملي سكند هون، من هون لهون 10 ملي سكند، ومن هون لهون كمان 10 ملي سكند. ماشي الكل واضح فاهم هاي البيك؟ نعم تفضل. طيب هذا هون عندي ساينوسويدال فولتج سورس، الفولتج سورس هذا بعطيني ساينوسويدال سيجنال شكلها زي الساينوسويد اللي هي نفس الكهرباء اللي بتجينا هون في المينز، لها فريكونسي معينه بتتغير عمالها بفريكونسي معينه، الفريكونسي تبعتها تبعتي هون في البلد هون قديش؟ 50 هرتز، يعني بتعطيني 50 سايكل بير سكند، كل سكند بتعمل 50 من هذا الشكل، بتعيده 50 مره. اذا هو بعيد نفسه 50 مره بالثانيه، كل ثانيه 50 مره، كل واحده من هذول قديش الزمن تبعها؟ 1 على اف، 1 على 50 مضبوط؟ 1 على 50 رح تعطيني 20 ملي سكند، اللي هي 20 على 1000 لانها 1 على 50 مضبوط؟ اذا هذه رح تكون نصها وهي رح تكون نصها، بالدرجات هاي شو بنسميها؟ كم درجة هاي؟ 2 باي اللي هي 180 درجة وهذه 180 درجة، فهذه السايكل إذا بنسميها 360 درجة، هذه 180 درجة وهذه 180 درجة. هلا إذا أخذنا ثلاثة من هذول السورسز وحطيناهم ركبناهم بهذا الشكل، هاي الكونكشن شو بنسميها؟ ايش من شكلها شو؟ بنسميها ستار أو واي أحيانا بسموها، هذه ستار كونكشن، هذه عبارة عن ستار بوينت، ستار بوينت اللي هي نقطة الكونكشن ما بينهم، هاي بنسميها ستار بوينت، نقطة الكونكشن لهدول الثري فيز سيستمز. وعندي في الاصطلاحات مختلفة بس أخذنا أحد الاصطلاحات رح نسمي هذه ار، هذه اس، وهذه تي. لكن هدول الثري فيز لو حطيتهم زي ما هم بالضبط نفس هدول رح يكون عندي ثلاثة متماثلات. شو بختلف هلا هون لما بحطهم بهذا الشكل؟ ايش بغير بينهم؟ الزاوية تبعهم. خلينا نرسمهم بثلاث الوان مختلفة، نستعمل احمر واخضر وازرق. لو جيت اطلعت على هدول الثري فيز سيستم هذا اللي موجود هون، راح اخذ مثلا هون ثلاثة وهون ثلاثة، خلينا نرسم الأول اللي هو ار مثلا. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. إذا هذه ساينوسويدال سيجنال، شوي هون شكلها غريب بس هي هاي ساينوسويدال سيجنال بهذا الشكل، والفريكونسي تبعتها 50 هرتز، وهذه بتمثل ار. لو جيت الآن طلعت على، طبعا أنا عم بقيس ار ما بين النقطة هاي والنقطة هاي كفولت ميتر، الفولت ميتر بصير أقيس الفولت ميتر بترمينال واحد، بدي أقيسه دائما، فلو جبت فولت ميتر وحطيته بين هاي النقطة وهاي النقطة هذا الشكل اللي راح يطلع معي من هون. هلا بجيب الثاني اس ما برسمه نفسه فوق، ايش بعمل بالزمن؟ بزيحه بعمل له ازاحه 120 درجه، 120 درجه هذه 180 مكونه من ست مقاطع، راح ازيحه بمقدار اربع مقاطع، راح يتاخر اس، راح يتاخر ايش يعني؟ راح يجي بالزمن بعده، اذا اس راح يكون 1 2 3 راح يكون عندي اس هون، هذه هون 120 درجه. اذا اس متاخر عن ار قديش؟ 120 درجه، 1 2 3 تنزل عندي هون، 1 2 3
إذن هذا S من هون بعدين عندي 1 2 3 هاي دكتور شو هي S هي كمان فولتج فولتج سورس أنا جبت 2 فولتج سورسز بس كل اللي غيرته بينهم ما غيرت شكل الويف فورم شو غيرت فيها زمنها أخرتها بس مؤخرة في الزمن فهذا لما براقب أنا عمالي لو أنت بتراقب بعينيك قيمة الفولتج شو راح تشوف افرض هاي الزمن زيرو قديش قيمة R عند النقطة هاي الأسود زيرو قديش قيمة S عند النقطة هاي نيجاتيف امشي هلا بالزمن وصير راقب شو بتلاقي بتلاقي S صارت ماكسيمم نيجاتيف و R زادت بوزيتيف امشي هون لما توصل عند النقطة هاي راح تلاقي R شو صارت ماكسيمم بوزيتيف و S لساها نيجاتيف اوصل للنقطة هاي شو بتلاقي S صارت زيرو و R لساها بوزيتيف امشي كمان بتلاقيهم الاثنين تساوي الان عند اللحظه هذيك لهم نفس الويف فورم بس شو عملنا في واحده منهم شيفت بالزمن بس هي نفسها شيفت بالزمن فالسورس هذا اللي موجود هون اخرناه بالزمن بحيث انه صار الزيرو كروسنج تبعهم متاخره 120 درجه طيب شو بنعمل بالثالث الان الازرق بنعمل له شيفتين كمان 120 درجه فبناخذ 120 درجه من اس متاخر عن اس 1 2 3 بيطلع بكون 4 راح يكون عندي إذا راح يبدأ هو هون راح يبدأ 1 2 3 هيك 1 2 3 هيك 1 2 3 بعكس إذا شو صار هلا هون عندي الأزرق R متأخر عن S 120 درجة إذا هذا هون عفوا تي وهذا عندي هون S متأخر عن R 120 درجة و T متأخر عن S 120 درجة طب T شو صار بالنسبة ل R متأخر عنه قديش 240 بس كمان ايش بقدر اقول 120 متقدم عليه 120 درجة يعني يا بقول متأخر عليه 240 درجة نفس الكلام نفس الاشي لانه هي R رجع عندي هون ترجع بنلف وبرجع كمان مرة ثانية اذا عندي هي R هون لاحظوا مين اللي سابق هلا هون T ولا R تي سابق R ب 120 درجة أو بقدر أقول المتأخر عنه 240 درجة ولذلك حتى لما بنرسمهم إحنا بنرسمهم بهذا الشكل لاحظوا إحنا كيف رسمناهم رسم مثلث رسمناه 120 درجة 120 درجة هذا هون بس للرسم بس إحنا عمالنا بنأكد فكرة إنه 120 درجة 120 درجة إذا R و S و T شو التشابه بينهم؟ عمالهم بعطوني نفس الفولتج الثلاثة بعطوني نفس الفولتج بس شو عملت أنا فيهم؟ أخرت واحد منهم 120 درجة وأخرت الثاني 240 درجة فصار عندي R و S و T وبرضه برجع R S T R S T بهذا الشكل هذا السيستم شو بنسميه؟ 3 phase system هو أساس كل الكهرباء اللي موجودة الآن كل الكهرباء بتتولد على شكل 3 phase وبتتوزع في البيت لما بوصلني 1 phase بس هو فعليا مولد وموزع 3 phase ومتوازن السيستم بحاول أخليه متوازن واضح اذا الان فكره الثري فيز سيستم هلا احنا قلنا انه كل واحد من هذول بامكاني انا امثله كفيزر الفيزر بيمثل ساينوسويدال سيجنال عمالها لها زاويه معينه فبامكاني امثل الان هذول السيجنالز خلينا نستعمل اللون الاخضر كمان اذا لو جينا حطينا هذول بقدر استعمل فيزر دايجرام هذا لاحظوا مش فيزر دايجرام هذا تايم دايجرام وين الزمن؟ ايوه هذا الخط هو الزمن وكل ما مشيت عم بتقدم الزمن معي مش هيك؟ عم بصير الاشياء اللي بتصير هون قبل الاشياء اللي بتصير هون قبل الاشياء اللي بتصير هون. لكن في استعمال كثير في الكهرباء رح نستعمله كثير في ماده الماشينز ولذلك بدكم تكونوا عارفينه. ممكن استعمل شيء اسمه فيزر. الفيزر مش فيكتور لكنه بيشبه الفيكتور. لاحظين فكره الفيزر من فيز. اذا انا الان حتى امثل هدول بامكاني اجيب اخذ الطول تبع R طوله عادة انا باخذ ال RMS وبحط ال R مثلا ممكن احط ال R بحطه هون مثلا وال S هلا هون كل السيستم هذا عماله بلف على كاونتر كلوك وايز اوميجا على اوميجا ايش اوميجا وحدتها؟ راديانز بير سكند اف شو وحدتها؟ هرتز انا هون الفريكونسي قديش عندي؟ 50 اذا لو بدي احول هاي الفريكونسي لاوميجا راديانز بير سكند ايش كيف بحولهم؟ اوميجا شو بتساوي؟ 2 باي اف اذا هون عماله هذا السيستم الفيزرز هذول بلفوا هلا هذا الفيزر شو معناه؟ معناها في عندي فولتج الار ام اس تبعه ايش بيمثله؟ الطول
والزاويه تبعته شو بيمثلها؟ المكان اللي هو موجود فيه. خلينا عشان ما نلتخم خلينا نرسم ار هون. نحط ار هلا هون. هذا ار. هلا ما دام انا بلف بهذا الاتجاه اس متاخر على ار ولا متقدم عليه؟ متاخر. ايش كان لونه هون؟ احمر. اذا وين لازم يكون؟ لازم يكون متاخر عنه 120 درجه. طول اس ايش علاقته بطول ار؟ متساوي. متساوي. اذا هذا الطول لازم يكون مساوي لهذا الطول. طيب مين متاخر على اس؟ متاخر عليه قديش؟ هي 60 وهي 60، عندي 120 درجه. هذا الطول مساوي لهذا الطول مساوي لهذا الطول، وهذه عندي هون 120 درجه. هاي كانها ناقص 120 درجه ناقص. لاحظوا تي متاخر عن ار قديش؟ 240 او متقدم عليه 120. هلا اذا بدك ارسم عين هون، العين شو عمالها بتعمل؟ بتراقب الاشياء اللي بتمر من هون. مين بتشوف بالاول؟ ار. بعدين مين بتشوف؟ اس. بعدين مين بتشوف؟ تي. مين بتقول بتشوف بعدين؟ ار. ار وهكذا. اذا هون اذا بدك تتذكرها دائما تذكر انه هذه كاونتر كلوك وايز، عمالها بتلف على الفريكونسي اللي بتلف عليها قديش قيمتها؟ 50 اوميجا. اوميجا راديانز بير سكند او اف. ايش وحده اف؟ سايكل بير سكند. اذا هذا 3 فيز سيستم اللي هو ار واس وتي. ماشي، الكل واضح بالنسبه لشو 3 فيز سيستم؟ كل شغلنا الماشينز اللي راح نحكي عنها معظمها هي 3 فيز سيستم. نعم صدق. الاخر دكتور بصفي حسب السيكونس. ايش ماله السيكونس؟ حسب السيكونس الباطنيه، مش شرط دائما. دائما الاصطلاح انه ار ليدنج اس واس ليدنج تي، دائما هيك الاصطلاح. هيك الاصطلاح. ماشي اطفي المهم.